ومرجعنا ومأوانا ورحمتك لنا وسرور أبدارنا وشاف يوم مخفرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومنجعنا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله يا منهم والأموات يا إلهي وحرمة هذه المفتحة اجعلنا مفتوحا للرنايات والكرمات ووفقنا بالطاعات والعبادة. يا إلهي أفزنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسماء. ربنا وجعلنا من لدنك وليا ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا حي لنا من أمرنا رشدا. ربنا حي لنا من أمرنا رفقا. ربنا حي لنا من أمرنا مرفقا. آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة. أنت حميمي في الدنيا والآخرة. أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا بمخلصيا لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العظيم أنهما توجهاننا من الدرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العظيم وحب من حبك وحب نبيك العظيم ولا تخيبنا من بابك يا أحكم الحاكمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خلد الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الجنة بغير اے کریم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ یہ جو خوبصورت محفل پاک سجائی گئی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس کو اپنے حضور قبول فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قبلہ صاحب کی چار جانب سے اے حاسدین کے حسد اور شیخوں کے شر سے معاف اس محفل پاک کے سجانے والوں کے مقدر کو سجا آنے والوں کو ڈھیروں ڈھیر رحمتوں سے نواز برکتوں سے نواز دین اور دنیا میں کامیابی عطا مسجد ہذا کے بہت عزتوں کے لائق قبلہ شاہ صاحب خطیب جو ہے ان کو جتنے علماء کرام ثنا خان جتنے موجود ہیں سب کو اور عزتیں عطا اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما اے کریم سب پہ کرم فرما اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما کسی کو اپنے کرم سے محروم مت سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب اللهم انت حافظنا انت ناصرنا انت حادينا انت راشدنا انت دليلنا انت ولينا فارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب انت الوهاب انت الوهاب وحرمت النبي سيد الابرار مسجد ہذا کی کمیٹی کے صدر صاحب سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے دین اور دنیا میں کامیابی عطا آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ اس کو مسجد کرم گاؤں پر میشا صاحب کو راجہ